وقت إخراج زكاة الفطر. وزكاة الفطر زكاة شرعت لسبب وهو الفطر، ولذلك هي مرتبطة بالفطر سببا ووقتا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا ما يبين لنا أن زكاة الفطر مرتبطة بهذا اليوم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على إخراجها في هذا الوقت وهو أفضل أوقاتها. ولذلك قال المصنف: باب الصدقة قبل العيد، أي الصدقة، وإذا صدقة الفطر تكون قبل العيد، يعني قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل الأوقات. وإذا أخرجها في هذا الوقت فقد برئت ذمته بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء مطلقا أن من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد من يوم العيد فإنه أدى ما أمر به.